الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيدارى، ولا شريك له فيدارى، الرحيم الغفور الشكور المنزه عن من يغضب أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد الذلة، وأغنى به بعد العلة، وألم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنور، ووعت كل بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، طبت وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير كما جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن نعمة المال نعمة عظيمة، نعمة جليلة، إذ به تنهض الأمم والشعوب، وتستقيم به أمور حياتهم، ولله در القائل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لا يبنى ملك على جهل وإغلال. وأمرنا الإسلام بالمحافظة على المال، فجعله إحدى الضرورات الخمسة الذي يجب على الشارع حفظها، وأمرنا أن نقاتل من أجل المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد. ولما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: يا رسول الله، إن قاتلني قال قاتلت. قال: يا رسول الله، إن قتلني قال فأنت شهيد. قال: يا رسول الله، إن قتلته قال هو في النار. وكما أن الإسلام أمرنا بالمحافظة على المال، أمرنا أيضا باستثماره وإحيائه وإنمائه، فأحل الإسلام لنا التجارة، وحث الإسلام على التجارة، وأجاز لنا المزارعة. كذلك أيضا أجاز لنا الإسلام المزارعة، وأجاز لنا المضاربة، وذلك لعزة الإسلام ورفعة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، قوي الإيمان، قوي العمل، قوي العلم، قوي في شتى مجالات الحياة، اقتصاديا وعلميا وعمليا واجتماعيا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل
فقال رجل لنا يا رسول الله اشتري إنا بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزيد على هذا درهم او درهمين او ثلاثه. فقال رجل لنا يا رسول الله اشتري إنا بدرهمين. فاعطاه ما له النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الدرهمين بيده النبي صلى الله عليه وسلم واعطاهما للرجل الانصاري وقال خذ هذه الدرهمين فأنبت أحدا لأولادك، اشتري بهما فيه طعاما لأولادك، واشتري بالآخر قدوما وأتي به. فلما اشترى هذا الرجل الأنصاري القدو أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فشد له النبي صلى الله عليه وسلم عقدا من خشب في هذا القدو وقال اذهب واحتضر ولا أرينك بعد 15 يوما، مش عايز اشوفك قبل 15 يوم قبل 10 ايام. فذهب هذا الرجل ليحتضر واصاب 10 دراهم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي هذا خير لك من ان تاتي المساله نكته سوداء في وجهك يوم القيامه، نكته سوداء في وجهك يوم القيامة. يوم القيامة تريد هذا السائل وبه علامات على وجهه، نكته سوداء، نقط سوداء على وجهه، يعرف بأن هذا الرجل كان يسأل الناس في الدنيا. طب يا رسول الله احنا عندنا في بيوتنا بسم الله ما شاء الله، يعني العريس لما يخش لما يدخل في بيته يا رسول الله يعني اشياء لا حصر لها، يعني تلاقي مثلا حاجه زي النيش والله يعني ما يستعمله لا هو ولا زوجته بالسنين الطويله لا يستعملون هذا النيش، وقد يكلفه ال20,000 وال30,000 هو وزوجته. غرف الأطفال مثلا على سبيل المثال من الحصر تكلفه بال20,000، والله لو وضع ال20,000 بتاع غرفة الأطفال وبتاع النيش أصبحوا 40,000، والله يعملوا له مشروع يأخذ منه معيش يستثمر هذا المال. كثير من الناس يعني لا يستثمر المال ويسأل الناس الحاجة، ولما أنت عندك استثمر هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل الأنصاري والله وما عنده في بيته إلا هذا القرب وهذا الحنس الذي يتبطأ بهذا الحنس ويشرب بهذا القرب الماء شيئين يسيرين بسيطين. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يأمره أن يبيعهما ويشتري بهما دراهم ويستثمر هذه الدراهم كي يصرف على نفسه، وبالفعل صرف على نفسه هذا الرجل الأنصاري. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تسأل الناس، من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. وقال أحد العلماء أو أحد الصالحين لأنه منبهة للجريد ويستغنى به عن الليل، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل. أقول ما تسمعون وأدعو الله يستجيب لي ومنكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى تقواه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين. اما بعد ايها الاخوه الاحباب، من الامور التي لابد علينا ان نعي بها استثمار الوقت
العمل بالدنيا أو العمل من أجل الدنيا، والعمل أيضا من أجل الآخرة. ولابد علينا أن نزن في استثمار الوقت للعمل للدنيا والعمل للآخرة، لأن العمل للدنيا يعيننا أيضا للعمل للآخرة. وانظروا إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما كان يتاجر كان تاجرا كبيرا، أعز الله به الإسلام. لما أصاب المسلمون القحط في خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسيدنا عثمان بن عفان أتى براحلة محملة بألف بعير من الشام. فلما أتى بهذه الراحلة أتوا إليه تجار المدينة، فقالوا له: يا عثمان، بعنا هذه التجارة ونزيد الدرهم درهمين. يعني لو هذه التجارة يعني مكلفة 1000 جنيه هنعطيك 2000 جنيه، وبعنا هذه التجارة. قال له سيدنا عثمان بن عفان: قد زادني غيركم بأكثر من هذا. قالوا: نزيد الدرهم ثلاثة. قال: زادني غيركم بأكثر من هذا. قالوا: نزيد الدرهم خمسة. قال: لقد زادني غيركم بأكثر من هذا. قالوا: ومن الذي زادك؟ ونحن تجار المدينة، وليس في المدينة تجار غيرنا. قال: زادني الله ورسوله الحسنة بعشرة أمثالها. أشهدكم أنها لفقراء المدينة. هذا هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي اشتغل بالتجارة وعمل في الدنيا لأجل الآخرة. لذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم طور راية الإسلامية، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، واختم بالباقيات الصالحات لرب أعمالنا. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واقم الصلاة، إن الصلاة